اوكسجين بارشل بريشر. اوكسجين بارشل بريشر. واحد راح يقول دكتور الاكسجين ساتوريشن هو نفس الاكسجين بارشل بريشر؟ اقول لك افهم شغله. اوكسجين ساتوريشن نقصد الاكسجين الموجود على الريد بلاد سيلز، يعني الهيموغلوبين كم؟ طبعا الهيموغلوبين بالملايين على الريد بلاد سيلز. ايش قد من عنده صار ساتوريشن؟ 50% 60% نقصد على كميه الاكسجين الموجوده بالريد بلاد سيلز. زي ما يقول لي عند الاكسجين بارشل بريشر شنو يا دكتور؟ كميه الاكسجين الذائبه في الدم. انت الان لما تتنفس تتنفس الاكسجين ساتوريشن والبارشل بريشر. بارشل اللي ذائب في الدم اللي يروح للانسجه. طب منين يجي البارشل بريشر؟ من الايش؟ من الريد بلاد سيلز. تنطي للنسيج او للدم خلينا نقول للسوائل يذوب في الدم وبعدين يروح للانسجه. واضح؟ فالاكسجين ساتوريشن مو نفس البارشل بريشر. ممكن اكسجين ساتوريشن 100% بس البارشل بريشر قليل. ليش؟ الريد بلاد سيلز ماسكه بالاكسجين ما تنطي. طب منين راح يجي البارشل بريشر؟ تمام؟ والاكسجين ساتوريشن ممكن يكون قليل، البارشل بريشر نورمال، ليش؟ استهلك كل الموجود بالريد بلاد سيل. وضحت الفكره؟ فهذا يسموه اكسجين ساتوريشن او ايش؟ كيرف. رايح لليمنى او رايح لليسرى، يعني رايح لجهه البارشل بريشر اكثر، لو رايح لجهه الساتوريشن اكثر. ترى انت مو انه ساتوريشن دائما 100 هذا الشيء كويس. معناته الريد بلاد سيلز ما تنطي اصلا اكسجين، واضح؟ ما هي ماسكه فيه للاخير. يعني الان لو اخذت انا من قدمك ريد بلاد سيلز المفروض تكون اقل شيء خلصان 70% مثلا 30 او 40% من الاكسجين الموجود فيها استهلكها الجسم المفروض. طب لما اجي اخذ ريد بلاد سيلز من القدم القاه 100% ساتوريشن، هل هذا شيء كويس؟ معناته بارشل بريشر قليل جدا ولا تنطي الانسجه اكسجين محتفظه لحالها. وشنو الفائده من ريد بلاد سيلز تبقى محتفظه لحالها بالاكسجين؟ مثل تخيل يعني انت ابوك زنقين، ايش يعني زنقين؟ يعني من يديه وما يعطيك حواله، يعطيك 100 ولا 200 دولار وعنده ملايين متلتله. طيب هل استفدت منها شيء انت؟ ولا استفدت شيء. نفس الشيء، ريد بلاد سيلز حافظه الاكسجين لحاله، طيب ايش الفائده يعني؟ حطته في البنك عندها يعني، اصرف شويه على انسجه يعني خطيه يعني بده يشتري يدي داخل. واضح؟ المهم ففي بعض الاشياء تخلي هذا الاكسجين كار يميل لليسار وفي اكسجين تخليه يميل الى يمين. طيب